عملتنا اسمها صفية. تعريف عنها جايز، مبين حاليا انه اللون الاصلي لحواجبي، شوفوا شايفين. What do you think؟ اللي يشوفني من برا بيقول اوه هاي شقرة، شقراء، خدعة بصرية هاي. ولا ولابس عدسات، انه يعني شقراء 100%. صراحة أنا حاببتهم وبتفق معك إنه هم بيهدوا الملامح، مثل ما قلت لكم بالبداية إنه بيخلوا الملامح تكون أهدى. بس على فكرة هم شكلهم مو نفس الجمالية لما يكون واحد مو حاطط ميك اب، بيطلعوا كتير حلوين بعد الميك اب، بس قبل الميك اب بيبين الوش ما بعرف كأنه شوي باهت، ما بعرف أوصف لكم، بس يعني يلي مجرب بيعرف شو قصدي. ف يا هاي النتيجة مبينة هلأ 100%، شايفين؟ هذا هو اللون الأصلي. جايز قلت لكم قبل إنه أنا إيه عندي عاملة تساعدني بالبيت. مامي you want pill more water go say to Sophia. على طاري الشغالة أو العاملة، اسمها عاملتنا اسمها صفية. تعريف عنها، هلا هي ما بتطلع كثير بالكاميرا وهيك لانه هي يعني ما بتحب، سو ما بحب يعني اجبرها على شيء ما بدها اياه، بس عادي اذا طلعت شوي وهيك شوفوا شكلها يعني اتس اوكي. فعندي بالبيت بتساعدني مع يعني بكل شيء، بس ما عاد الطبخ، انه بالتنظيف بادم اكثر شيء. ميرا لا، لانه ميرا يعني ما بتحب، انه كثير متعلقه انه انا لازم اعمل لها كل شيء. فيس فبتساعدني يعني بأشياء البيت وآدم وكل شيء، ما عدا الطبخ كمان. أورينج آدم آدم لسن لسن ماما لسن لسن say بطة نا أوكي say كلب say cat cat cat. جايز خلاص، بما انه الكل اتفق على انه لون حواجبي احلى صاير بعد الصبغه، راح اخليه هذا اللون forever. انه مثل ما قلت لكم انا لون حواجبي الاصلي اسود غامق، وهذا عم يخليني ممكن اطلع ملامحي حاده شوي، وانا ملامحي مو حاده يعني، فما هو راكب على وشي، عرفتوا؟ فاي ويل اعمله نفس اللون دايما. شو رايكم؟ ها ماما اي واير فيكي واتر بللتي ار يو ويت يو هاف تو تشينج اوكي يلا. على فكره انت مخربطه كراميلا، اسمك كراميلا يعني تخيلي. اسمك كراميلا، تخيلي اسمي نفسي كيكه. وات ساي بيبي؟ ها ها وات ساي بيبي؟ بيبيز اب ابستيرز. روحي انت كمان، جسمي مخرب، انا بالعكس سمنانه يعني، حتى وزني صاير فوق 60، 61 يمكن او 61.5 يمكن يكون 62. ف يا سمنانه وما بعرف شو بدي اعمل، كثير محتاره، لازم ابطل اكل كثير. شوفوا انا بتجيني يعني فترات انه كثير اجوع وفترات انه تنسد نفسي، فهي الفترة اللي بجوع فيها بكون بسمن يعني بصعد كيلو، واللي بتنسد شهيتي فيها بنزل كيلو. فأنا هيك كيلو فوق كيلو تحت، أو كيلو من فوق كيلوين تحت ماكسيموم، يعني ما بزيد أكتر من هيك. فأنا حاليا بالبروسس الكيلوين فوق. أنا إنسان من نوع ضد إنه الإنسان يعمل أي شيء تجميلي بنفسه إلا إذا كان مضطر ومحتاج، إذا كان فينير والعد لما خلص طبعا. بصراحة كتير فكرت، كتير 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 فكرت، والأقنعتني هي شهد، كنت رافض الفكرة أنه عامل فينير، لأني الأسنان الطبيعية حياتها ما بترجع مثل الأول، يعني الطبيعي غير أنه لما واحد بيعمل فينير خلاص طبيعي هذا. بس اللي اقتنعت عطني شهد بالموضوع ليش، أنه فعلا يعني أنا الكواليتي تبع أسناني مش مناح، يعني أنا أسناني بصيبهم تصبغات بسرعة سبحان الله، وبتسوسوا بسرعة بدون سبب، هيك الكواليتي تبعه مش مناح. ومع ذلك انا فكرت كتير لبين ما عملت خطوه وفكرت اعمل فينير. فاذا انت محتاجه اوكي ما في مشكله، بس
انه انت مالك محتاجه، بس بمجرد انه انت رح تعمليهم بيض اكثر من اسنانك الطبيعيه، لا ما بنصحك فيهم. اذا محتاجه بنصحك فيهم كثير، اذا مالك محتاجه لا ما بنصحك فيهم. فانت شوفي حالك، شوفي حالك انه انت محتاجه، هل اسنانك سيئين، هل الكواليتي تبعهم سيئين، هل لونهم كثير غريبين، هل في عندك تسوس كثير، وقتها بقول لك اوكي مناحه كثير. بس اسنانك كثير 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 مناح وما فيهم اي شيء وحتى لونهم مناح، ما بنصحك فيه، لاني بتعرفي انه بياخذوا جزء بسيط من السن، بياكلوا جزء بسيط من السن حتى يركبوا هي الطبقه، هي القشره هيك الصغيره كثير عليها. فخلص يعني بروح لطول العمر، يعني ما فيك ترجعي، ما فيك انه تشيل الفينير خلص يرجع اسنانك مثل اولي ابدا، لازم دائما يكون في فينير على اسنانك. انا احيانا بشتاق للسويد كثير كثير. وكنا من هذيك السنه فكرنا انه شاهد نروح زياره لهونيك لاني اشتقنا لها كثير، بس بصراحه ما حنا يعني كل ما نفكر رح نجي نحجز بطاقات طيارات ومشان نطلع السويد منوقف. السبب شو هو؟ انه اهدى من ساعة صغير ومشاغب وطيارة وقصص، وكمان هونيك بالسويد نظامه شوي بختلف، يعني نحن كعائلة يعني طفلين مفروض يكون عندنا شقة هونيك، لازم ناخد شقة ونقعد فيها، يعني الاوتيل مزبط معنا، وهونيك ما في عندهم نظام تأجير شقة، فهذا شوي مانعنا. حتى نحن كمان من فترة كنا مفكرين نعمل العمرة وكمان ما رحنا. السبب شو؟ السبب انه ادم وميرا نساعتهم صغار، وين رح نتركهم؟ كيف رح ناخذهم معنا؟ رح نتلبك فيهم كثير، فشوي الاولاد صغار مقيديننا. اجا الحلو اجا. تعال ليش ما طيب بابي؟ تعال تعال عمري، تعال اوكي عمري، تعال 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 بابي، تعال تعال يلا تعال. اوكي هو نسيت؟ تعال نروح على الروضه يوم الثاني. تعي بابي تعي لعندي، صحة تعي عادي عند بابا، تعي عطيني بوسة بابا، تعي take it بوسي بابي، بوسي بابي take it. شايفين ميرا مقروقة؟ آدم لا عكسها، ما هيك ما بعرف ليش ما بيحب حدا يمسكه أبدا نهائيا. بصراحة شاهد معها حق انه ما تسجله بالروضة، صراحة الروضة كيف راح يتعامل بابا معه بابا؟ بس يوسع اي كان بابا. انت هاد الدودو كله عم بيجي لاني عم تفتحي الباب الشارع. هاد الدودو بيجي كله لاني انت عم تفتحي باب الشارع، ما وصلت تفتحي باب الشارع. دودو؟ صاير عنا بالبيت في كتير دبان. ليش؟ السبب ادم ومير رايحين دودو سو داخلين طالعين، داخلين طالعين لبرا وبعيفوا باب البراني مفتوح، فمجتمعين كمية دبان جوا البيت مو طبيعية. طلعي في كتير دودو، ليش تخلي الباب مفتوح؟ ما بيصير. طلعي هذا منك انت، انت اللي عم تفتحي الباب. ايه انت عم تفتحي الباب، ما وصلت تفتحي الباب. كيلون اي لاف يو، اي ميس يو، اي لاف يو، انا ميرا السعيده. انا ميرا السعيده، قولي يلا. اسلم لي الخجول، انا اسلم لي الخجول. ايه وين بيبي؟ وين راح بيبي؟ بيبي سليبينج. بيبي راح نام. اتس بيبي ذا بيبي. اوكي هلا صار وقت نومة ادم. ادم بينام تقريبا ساعة 2:30 3. يو وانت ايز ذس هير. شو اي سوبر ايز تبعك؟ اي وانت ايز ذس بي. يو وانت ايز لوك وين؟ ايز يلا سيبك يا بابي. شو يا عمري ليش عم تبكي؟ ماما فنانت مو بيبي. مين زعل ميرا؟ اي اسمه. يا عمري تعي. ايه اسمه. شو اسمه يا عمري؟ اسمه. هدول مو منع، مو منع. اسمه. اوكي يا بابا هدول هن، يلا خذيهم هدول. اسمه ديس. هدول اسمه. يلا العبي فيهم يلا يا بابا. اسمه ديس. يلا خذي اسمه.
هاتي بوسه اول شيء اعطيني بوسه بابي اود اورنج.